أتابع في هذه الصور، يعني يبدو بأن هناك أناس محروقين داخل سياراتهم. يحاول الآن الأطباء أو المسعفون، لا ندري، يعني يحاولوا أن يلقوا الضوء على داخل السيارة. يبدو بأن هناك أيضا أناس محروقين داخل هذه السيارات، ونتابع هذه الصور. دمار، حريق لهذه السيارات. وأيضا نعود ونذكر بأن هذا المستشفى لم يكن يضم فقط المصابين والمرضى، كان يضم أيضا أشخاص نزحوا من المناطق التي تعرض للقصف، نزحوا إلى المستشفى وافترشوا أراضيها كما افترشوا الساحات حولها. نتابع هذه الصور منذ عدة أيام للناس المفترشين ساحات المستشفيات، ظنا منهم بأنها لن تقصف ولن تصاب، يعتبرونها الأكثر أمنا، وإنما للأسف اليوم هذا القصف طال المستشفى وراح ضحيته أكثر من 500 قتيل، وهناك العديد تحت الأنقاض. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.